جن كريزي. رجل مسن يسحب مسدسه على بستاني بسبب بعض العشب. ماكس هارتون رجل عمره 91 عاما من أفون بارك في فلوريدا، أخلاقه صعبة جدا ولا أحد يريد المزاح معه. وقع في جدال مع البستاني روبرت هندريكس بسبب بعض العشب الذي سقط على سيارته. بدأ الجدال شفويا، لكن سرعان ما تصاعد إلى درجة سحب هارتون المسدس ووجهه إلى هندريكس طالبا منه أن يركع على ركبتيه. أقبل جوني بارنز زميل هندريكس عندما رأى المشهد، حاول أن يهدئ الأوضاع لكن العجوز ارتبك ووجه المسدس نحوه، فانتهز هندريكس الفرصة وبطحه أرضا وأخذ المسدس من يده بعد أن أطلق الأخير بضعة عيارات. ثبتاه أرضا حتى قدوم الشرطة التي وصلت ونقلته إلى سجن مقاطعة هايلاند بتهمة الإجرام من الدرجة الأولى. فما رأيكم يا سادة؟